ثم تقول ماذا؟ إياك أعبد. الأصل، الأصل أن تقول إياك أعبد أنا وحدي، صحيح. الآية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك أعبد، الأصل أن تقول هذا. لماذا كانت الآية إياك نعبد؟ لماذا؟ حتى تعلم أن من الأمور التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع، كأنك تقول نجتمع يا رب على عبادتك ولا نتفرق، نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم. عندما يقرأ الإمام يصلي يقول إياك نعبد، صادق، نجتمع يا رب على عبادتك. إذن لابد من الاجتماع للافتراق. إذن هذه السورة فيها وجوب اجتماع الأمة على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من افتراق الأمة إلى 73 فرقة. قالوا من هي يا رسول الله الفرقة الناجية؟ قال الجماعة. الدليل إياك نعبد، نجتمع يا رب على عبادتك، نجتمع على رب واحد سبحانه وتعالى، نجتمع على شريعة واحدة، نعم، نجتمع على رسول واحد عليه الصلاة والسلام، قبلة واحدة، أمة واحدة، صلاة واحدة، نعم، معتقد واحد، إياك نعبد. وقلنا هنا قدم المعمول على العامل، الأصل أن يقول نعبدك، قال إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا الله. إذا من صرف شيئا من العبادة لغير الله مشرك شركا أكبر. نعم، كل من صرف شيئا من العبادة لغيره فهو مشرك كافر. والدليل إياك نعبد، تقديمه من حق التأخير يدل على الحصر، لا يمكن أن تصرف أن يصرف شيء من العبادة لغير الله.